في إطار عدد من الزيارات الرسمية السورية لدولة الإمارات العربية المتحدة على هامش مشاركة أسبوع 2020 دبي العالمية، وزيرة الثقافة تزور الركن الثقافي في الجناح السوري. خلال زيارة رسمية لوزيرة الثقافة السورية الدكتورة لبانة مشوح إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، كان لابد من زيارة الركن الثقافي في الجناح السوري بإكسبو 2020. جهود كبرى أثنت عليها وزيرة الثقافة أثناء جولتها في الجناح السوري، مشيرة إلى صعوبة المهمة عندما ترتكز لجمع تاريخ وتراث ثقافي عمره آلاف السنوات في مساحة واحدة لا تتعدى مئات الأمتار. الجناح يتميز بأن له قيمة رمزية عالية. أولا المشاركة السورية قيمتها الرمزية عالية بعد 10 سنوات حرب في فترة حصار. لا شك بأن وجود سوريا بهذا المعرض الدولي الذي يعود إلى أكثر من قرنين من الزمن في دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي له قيمته وله دلالاته. كل هذا يؤسس لمستقبل السوري، يؤسس لمستقبل هذا الوطن. فما عانت منه سوريا خلال سنوات الحرب على الصعيد الثقافي انتهى، وها هي اليوم تعود لتثبت أنها صاحبة إرث حضاري وتراث ثقافي لا يمكن تجاوزه أثناء بناء الشراكات بين الدول. التقت ببعض الجهات، تباحثت معها في إمكانية التبادل الثقافي، التعاون الثقافي، أهمية اللغة العربية في سوريا والعناية التي أوليت لها، عنصر قوة كبير جدا ونحن نعول على ذلك. والكل يعترف بأن سوريا ما زالت هي قلب العروبة، وأن فعلها الثقافي مؤثر حتى الآن وسيبقى مؤثرا. التأهيل الذي أمنته الدولة السورية لشبابها طوال السنوات الماضية أثر اليوم فنا وفكرا وأدبا وموسيقى وإبداعا في كل المجالات. تحديات اقتصادية كبرى واجهت وما زالت تواجه سوريا، لكن التجربة الثقافية السورية في إكسبو 2020 تجسد نموذجا وفرصة لتبادل الخبرة بين الدول. لطالما شكلت الثقافة أساسا وجسرا في العلاقات بين الدول، ولعل هذه الزيارة الرسمية ستكون خطوة لبناء جسر ثقافي متكامل يليق بمستقبل سوريا. للإخبارية السورية سلام المحامي.